الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك يا الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا صريع العدا، يا مسلوب العمامة والرداء، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم. سادتي وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم يوم فنفوز فوزا عظيما. الدهر أحسد شيئا للخليلين، يروي وصالهما في البعد والبين. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غيرين وذو لسان في الدنيا ووجهين، أخنع على عترة الهادي فشتتهم، فما ترى جامعا منهم بشخصين، بعض بطيبة مدفون وبعضهم في كربلاء. يا كربلاء، وبعض في الغريين. وقبر طوس وسامراء وخض منات بغداد، بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي، فلمن أنعى ولمن أبكي أسن بجفنين من عينين قريحين؟ أبكي على الجوايا يا عاد مسموما مصطلما، يا من الحسين لقن بين يا الخميسين. هذا باسم العدا ذابت له كبد، أيوا إماما. يا وذاك أضحى منحور الودي، يا جيني شل هالوادم عليكم يا شراف العرب يا مجاد، خلاكم شتت بالبايار
منكم كل قبر ببلاد، وصل مصطفى بكم أشو سوى وعكس ما راد. ياهو الما قضي بالسيم وشبد المرد وتخذم، حتى الطفل ما يسليم، والعريس من عدكم بدم النحار متحني. مصيبتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس، خلي الجتل عاد نقول عاد وجرت عد الناس، لكن هالجثث بالخيل قل بيا شرع تندايس. يا من هلك انت المعزى يا صاحب الزمان، يا من هلك خلصا وشتيل وسم ودفع بوب، دلينا عد من تستقر لو صار الغروب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال العزيز الحكيم في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا. صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغ رسوله الصادق الأمين أبي الزهراء محمد. الله سبحانه وتعالى أمرنا بمعرفته، ومعرفة الله على بني البشر ليست بالشيء الميسر، من حيث إن الله لا يحده لا زمان ولا مكان. أنت اليوم حضرتك موجود هنا في هذا المكان، وتحديدا في هذا الزمان، لا يمكن لك من سابع المستحيلات أن تكون في مكان آخر. يعني أنا محدود بوجودي زمانيا مكانيا بعقلي، أنا قابلية تفكيري على تقتصر لحد هذا الحد، غير هذا أنا ما أعرف، قد اللي ورا الجدار أنا ما أعرفه. فأنا محدود في الجسم، في الزماني، في المكان، أيضا في التفكير. فكيف يمكن لكائن محدود وبهذه القدرات أن يدرك لا محدود الله عز وجل، ذات الله سبحانه وتعالى؟ ولكن كيف في نفس الوقت يأمرنا بمعرفته؟ كيف نتعرف على الله عز وجل؟ والعبادة هي قنطرة من القناطر الوصول لله. لما نسمع أنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مو خلق البشرية هاي الأجيال المتعاقبة، المليارات من السنين والمليارات من البشر على مود بس يصلون ويصومون وبعدين يجي يوم القيامة الله عز وجل يعرضهم إلى الحساب، لا. أمرهم بمعرفة الله عز وجل، وبما أن الأمر يتعذر على الإنسان أن يصل إلى ذات الله، هنا حطنا دلائل. أنت تصور تمشي في طريق مأمور بالسلوك، مو مشينا خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها. أنا أكون مجبور كن أسافر من النقطة A إلى النقطة B، من ألف إلى باء، إذا ماكو دلائل وعلامات ترشدني أنا أتيه، تمام؟ ما يمكن أن تصل إلى مبتغاك، إلى غاية نقطة النهاية، إلى المرجو الوصول إليه إلا بدلائل، وإلا راح تتيه، راح تتشتت بك السبل فتظل بكم السبل كما يقول القرآن، إن هذا صراط مستقيم فاتبعوه.
بعد اذا ما تتبع الصراط فتتشتت بكم السبل، يعني تروحون في طرق مو الطرق الموصله الى الله اللي هو تسمى بالصراط المستقيم. هؤلاء الدلائل اللي زياره الجامعه وارده عن الامام الهادي سلام الله عليه، وايضا وارد استحبابها قراءتها يوميا. هسه اذا ما واحد يقدر يقراها يقدر يشغلها مثلا يسمعها وهو طالع للشغل. زياره الجامعه فيها مضامين عاليه جدا وتنطيك فالصورة واضحة على مقام ومنزلة أهل البيت سلام الله عليه. وجعلكم الأدلاء على الله، أول شيء محال معرفة الله والأدلاء على الله، فمن أراد الله عرف الله بهم. يعني واحد من الكتاب الغربيين اللي يدارس عن علي بن أبي طالب يقول أني عرفت أن الله قادر على المعجزات عندما قرأت عن علي بن أبي طالب. وبالواقع ما علي إلا هو ربيب للنبي صلى الله عليه وآله، وهو يفتخر ويقول أنا عبد من عبيد محمد. وكذلك كاتب آخر يقول علي هو معجزة محمد، اللهم صل على محمد وآله محمد. تلقي مثلا اللي يقرأ بعين الإنصاف، ها مو بعين التخندق لجهة معينة ويقرش، طبيعي ما راح يتغير عندك فد شيء. بس مثلا جورج جرداغ من يكتب علي صوت العدالة الإنسانية، يكتب علي والاشتراكية، علي والفرنسية وإلى آخره من الكتب اللي كتبت، بنفس الوقت تلقوا ناس محسوبين على الإسلام ويعتبرون علي خليفة رابع، لكن ما يقدر في بالهم أنه في يوم من الأيام يمجدون. وعلي غني عن هذا التمجيد، مو يقول أخفى أعداءه فضائله، مو خوفا أن تعرف، وأخفى محبيه فضائله خوفا من السلطان من الحكام من الكذا، وظهر من فضائل علي ما يملأ الخافقين. ليش؟ لأن أي شخص بتدخل إلهي أكو يد الله عز وجل في هذا الموضوع صعب أنه تطمس البن البشر، يريدوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني هيك القرآن يتهكم عليهم، هاي مو شمعة تنفخ، هذا نور الله، يريدوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره، يعني غصبا عليهم. ولكن الخسران في هذه المعادلة كلها منه المارضة ويتنورون بهذا النور. هسه أحقاد كراهية، يعني خطبة فاطمة، أنا التقيت في رجل سوداني كان من المذهب المالكي، وقلت وكان يعني مستبصرا، فقلت له ما الذي جاء بك إلى مذهب أهل البيت؟ قال خطبة فاطمة الزهراء، الخطبة الفدكية، من تقرأها بتمعن وتشوف، يعني يقول وما نقوا من علي إلا سيفه، يعني هم كانوا عندهم أحقاد ضد علي بن أبي طالب، ووسمتم غير إبلكم تقولهم، يعني العرب كانوا على يميزون أغنامهم من أغنام الغير، يحطوا لها فد نيشان معين، ووسمتم غير إبلكم، يعني أنتوا حطيتوا نيشان في قضية مو لكم. ويجي أمير المؤمنين يقول تقمصها، أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم موضعي منها، تقمصها أي ارتدى قميص ليس له، وهو يعلم موضعي منها موضع القطب من الرحى. شايف الرحى قبل تطحن بها أمهاتنا، هذا القطب وهي الرحى تدار، مو اللي قال النبي علي مع الحق والحق مع علي يدور حيثما دار، هو من اللي يدور الحق له علي يدور حيثما دار. لذلك سلمان ما وصل إلى مرتبة سلمان منا أهل البيت إلا لمن إجوا يمشون أبو ذر الغفاري وسلمان وعلي بن أبي طالب يتبعون آثار الأقدام، يلقون هم ثلاثة أشخاص يلقون آثار أقدام لشخصين، فيسألون سلمان يقول علي ما رفع قدم ووضع أخرى إلا وأنا أضع قدمي على مكان أثر قدم علي. هيك فالحد هذا، لو سلك الناس، ليش قال النبي لو سلك الناس في واد، لو كل الناس روح في وادي، وسلك علي واد آخر فاسلكوا واد علي. لكن الناس يعني قلت لك جحدوها واستيقنتها أنفسهم، ما يرضون أنه يتقبلون أنه أكو ناس مصطفين من الله عز وجل
مو يعني الأحقاد متوارثة وقديمة. فهذا عندك الإمام الجواد سلام الله عليه صاحب الذكرى هذه الليلة. الإمام عاش في مظلومية تختلف عن باقي آبائه وأجداده سلام الله عليه. طبعا ما يميز حياة الإمام قصرها 25 عام شباب الأئمة سلام الله عليه. أصغر الأئمة سنا. الإمام تقلد الإمامة وهو في سن مبكر، يسموها الإمامة المبكرة. وبهالأثناء الشيعة عاشت فد أزمة عقائدية، هم يجون يعني اللي كانوا يجون يلقون باللائمة على الإمام ويشككون حتى في الإمام الرضا، حتى من أبناء عمومته من عنده وبي مغربة، أنه أنت عمرك 40 سنة وعقيم ما عنده خلف الإمام. الإمام الرضا لحد عمر 40 عام ما عنده ذرية. طيب الإمام من بعدك منو؟ إذن أنت عقيم والعقم عيب في الإمام، إذن أنت مو الإمام. استغل الفرصة ضعاف النفوس ومرضى القلوب، مثل مثلا علي بن حمزة البطائني، هذا سواله جبهة واحدة وسواله فالجماعة واحدة، وذولا كثيرين موجودين. يعني القرآن دائما نركز، ترى الإسلام وحده مو كافي، أنت تشهد الشهادتين. لذلك يركز كذا آية في القرآن تقول يا أيها الذين آمنوا، شبيهم اتقوا الله. يعني الإيمان مكافي، تأسلمت ودخلت مرحلة الإيمان، لكن يجوز الإيمان مالتك هذا اسمي لفظي شكلي، مو أريد من عندك شنو يا الذين آمنوا اتقوا الله، وبعد وكونوا مع الصادقين، يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يعني أكو تدرج بالإيمان، أكو تحصين، إذا ما تحط هاي المحصنات إيمانك يكون على جرف هار، مثل ما مثلا نسمع مثل أحمد بن هلال 50 حجة حج بيت الله، 20 من عدها تقول الروايات ماشيا على قدميه راح مشاية للحج، لكن ما إن مثلا زاغ قلبه حتى كان من الذين نزل بهم لعن من الإمام الحج في زمن الإمام الحسن العسكري، نزل فيه بيان من الناحية، الإمام في تلك الفترة يسمونه الناحية المقدسة، ملعون على لسان الإمام. وذولا كثيرين، الشلمغاني وغيره، ذولا يعني ظاهرهم يعني يوحي لك على أنهم ناس من مو من خواص، لا خواص الخواص، ولكن نفسهم مبنية مو على إيمان حقيقي، مبنية على المصلحة. طلحة والزبير يعني مثل الزبير شخصية مو عادي، مو دخيل على الإسلام، أول شيء ابن عمة النبي مثلا يقرب له، ثاني بعد كان سيف مدافع من الذين كانوا في بيت علي عندما حصل الهجوم، وكان الإمام يقول كان زبيرا منا حتى ولد له ولده عبد الله. وتشوفه ينقتل هاي القتلة، يجي الإمام يشيله من هو وطلحة، يشيلهم وهم أموات، قال له يا أبا محمد هل رأيت ما وعدك ربك حقه؟ ليش شيء هاي المسيرة؟ السيف الذي لطالما جل الكرب مثلا عن وجه رسول الله ينتهي النهاية. فهذولا كانوا المشككين موجودين محيطين بالأئمة، ولكن في نفس الوقت أي ضعف أي أزمة في العقيدة تسبب لهم مشكلة. فالإمام ما عنده خلفة، ما عنده ذرية، إلى أن رزق بالإمام الجواد، كان يلقبه من صغره بأبا جعفر. فيقولون إحنا في منى ونسأل الإمام الرضا، نقول له لمن الأمر من بعدك؟ ابنه لا زال صغير، قالهم لأبي جعفر. فكأنه هم يأخذون بالعين الاستصغار، أنه عمره مو مال الإمام. إحنا عهدنا كشيعة مع أهل البيت الإمام يكون مو، ولما بلغ أشده، مو عدنا هيك أنبياء، لما بلغ أشده هذا معناته صار في مبلغ الرجال. النبي عدنا صلى الله عليه وآله نزل على الوحي وعمره 40 عام، مو لكن في آية أخرى يتحدث عنه بآخر، يقول عيسى إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني إلى آخر الآية. هاي وين؟ هاي وهو في المهد، هو في المهد. فمن صار هذا الإشكال، بعض الشيعة صار عندهم زلزلوا شوية، صار عندهم شك في منظومتهم العقائدية، فمن يجون
يقول له هذا الإمام صغير في السن، يجابهم واحد يقول لهم ما يحكم، يعني أمر الله إذا أراد بغض النظر عن ابن يوم أو ابن مئة عام، يفعل الله ما يشاء وهو على كل شيء قدير، مثله كمثل عيسى بن مريم. فمن شانه يستصغرون من قدر الإمام، الإمام يجاوبهم على مسائلهم تنعكس عندهم. يعني واحد من اللي كانوا يجون للحج وبعدها يروحوا للمدينة يقول حضرت رقعة فيها أسئلة، أرد أتأكد أنا عندي شك، شلون صبي بعمر السبعة أعوام ممكن أن يكون إماما لهذه الطائفة وهذا الخط؟ فيقول قلت أنا مجموعة أسئلة أحضرها لأسألها للإمام، وبعدها إذا أجابني أقول له ادعي لي، كانت زوجتي حامل، ادعي لي بأن يرزقني الله بولد بس. هاي يقول دخلوا الوفد اللي جاي يسألون الإمام حتى حانتني النوبة، وصل إلي السرة، فيقول أنا أخرجت رقعتي يعني ورقة اللي كاتب بها وتوجهت، وإذا بالإمام قال يا فلان سميه أحمد. فيقول أنا رجعت رقعتي الأسئلة اللي بجيبي ورجعت مثلوج الصدر، يعني الإمام قرأ ما في داخلي قبل لا أن أطرح على الموضوع. فكل هاي الأدلة البراهين بقوا العباسيين يلومون المأمون. المأمون العباسي لسببين، الأول أراد أن يدفع شبهة قتله للإمام الرضا، وهو يعني المتهوم بهذه العملية، واثنين راد يخلق فد ند فد ضد للعباسيين التهم به، لأنه العباسيين كانوا على خلاف مع المأمون عندما قتل أخاه الأمين. أما ذولا أولاد الرشيد المأمون والأمين والمعتصم، فهم يريد يخلص من موضوع العباسيين ويدفع بنفس الوقت عنا شبهة قتل الإمام. قالهم إني مزوج ابنتي من ابن الرضا، هو الإمام الجواد اللي اسمه أم الفضل. اعترضوا العباسيين عليه، قالوا له أنت تعطيه ثوبا ألبسنا الله إياه الخلافة، أنت شوي شوي تريد ترجع، إحنا بين العباس عندنا خلاف ويا بيت آل علي، إذا تريد تجيب واحد من بيت آل علي اللي هو الإمام الجواد والزوجة بنتك وبعد فترة يصير ولي عهد وترجع وإذا الخلافة من عندنا تطلع لهم. فكانوا من شدة المعتذرين، قال زين أنت إذا مصمم دعه يكبر ويتفقه في دينه. قالهم ويحكم أن هذا من بيت قد زق العلم زقة. قال خوش اختبروه، نختبره. في ذاك الوقت قاضي القضاة يعني أعلى سلطة دينية وقضائية موجودة يسمونه يحيى بن أكثم، هذا قاضي القضاة حضر مجموعة أسئلة، طبعا هو ويا مجموعة من العلماء يناظرون هذا الشاب اللي أجلسه المأمون إلى جنبه، صنع له متكئا لا لا مجلس ومكان، وأيضا قعد هذا اللي يعتبر قاضي القضاة إلى جنبه. فأذن لي أيها الأمير بأن أسأل أبو جعفر، قال له تفضل، سأله سؤال واحد بعده بداية أسألت أسأل ليش سأل تحديدا بهذا الموضوع، هذا هم إلى أيضا رد، سأله في موضوع الحج وهذا يعتبر من يعني أصعب المسائل بها تفرعات هواي بها تعقيدات كثيرة. فقال له ما تقول في محرم قتل صيدا؟ بس طبعا اللي يرتدي الإحرام تحرم عليه عدة أمور من ضمنها صيد، فما تقول في محرم قتل صيدا؟ هنا الإمام انثنى إليه، قال له في الليل أم في النهار، متعمدا أم نادما، حرا كان أم عبد، هذا الصيد من الطير أم من غير الطير؟ وإذا بالإمام يتفرع بأربعين مسألة من هذا السؤال، اللي يتفرع يعني شنو معناته؟ معناته أنه أنا أعلم من عندك. فبهت يحيى بن أكثر، ويجون من بعده يطرحون الأسئلة ويجيب عليها الإمام.
فالإمام بعد أن أخذ فترة بعث عليه من المدينة، جابوه إلى بغداد، وبعدين استأذن المأمون ورجع إلى المدينة، سوت جماعة الصالحة وهو ديدن أهل البيت أنه يخلقون نماذج من المقربين لهم ويطرحوها إلى المجتمع، تأدي دورها تأدي رسالتها، يصير فد نموذج مصغر عن الإمام. وهواي ذول الكثيرين، لكن يعد أنه الموضوع عن الإمام لقصر حياته وفي نفس الوقت لوجوده في فترة بين العباس والتغييب الإعلامي أيضا. تعرف أنت الكتاب والأقلام المأجورة تقلب الحقائق وتزيف الأمور، فما عدنا كم كبير من الأحاديث والروايات اللي تنسب للإمام الجواد سلام الله عليه، لكن دأب على أن يؤدي دوره في تلك الفترة القصيرة اللي لحد 25 عام. من تلك المسائل اللي هي كانت يقولون سبب أيضا أن جعل، طبعا بعد أن مات الأمين استلم أخوه الثالث وهو المعتصم. المعتصم كان لا يجد القراءة والكتابة، تعرفون أنتم من تقرأ عن بالفترة اللي يسمون العصر الذهبي، فترة أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد، وتقرأ عن المدرسة اللي بناها المنصور والمستنصرية إلى آخره، هذا يحدثوك عن بس عن هالمجال هذا، عن هالجزئية هاي، لكن ما حدثوك عن بذخ الحكومة العباسية وشون كانوا عايشين وكيفية معاقبة مناوئيهم وأعدائهم ورافضين سلطتهم. بس من تقرأ مثلا مروج الذهب وتقرأ التاريخ الطبري وتشوف أنه كانوا يبنون الناس في الاسطوانات في الآجر، وكانوا مثلا يخلون جماجمهم في غرف ويعتبرها مثل الخزنة للفلوس، من يريد يموت يسلم المفتاح لابنه، وكانوا يعثون في الأرض فسادا، المسابح من الخمر والجواري ما لا تعد ولا تحصى، يسمونه العصر الذهبي، وبالفعل والعصر الذهبي بالنسبة لهم. فآخر من تسلم من أولاد هارون الرشيد من بعد أخيه المأمون هو المعتصم. يهتهس هاي اللي ينقلوها أنه سامراء سموها، أنه امرأة استنجدت قالت ومعتصما واستنجدت بالمعتصم، هي التاريخيين يقولون قالت ومعصما، واحد جرها من إيدينا صاحت ومعصما. مشاهد الكلام، لكن هذا كان من ألد الحاقدين، هم كلهم حاقدين على أهل البيت، لكن هذا كان ناصب للعداء لأهل البيت تحديدا. فأراد أن يتخلص من الإمام، لم يجد بدا يكتبوا له ذول الولاة مالته أنه الإمام سوى كذا سوى كذا، طبعا ظلما وبهتانا مو حقيقة، تقارير مكذوبة، ومن يدز على الإمام يقول له أنا الوالي مالتي في المكان الفلاني كذا كتب أنه أنت تروم أن تخرج علي بالسلاح تجمع الناس العدة والعدد. الإمام يقول له أنا ما عندي شيء. إلى أن يوم من الأيام في مجلس قاعدين ويدخلون على المعتصم رجل سارق، والسارق جاي هو مسلم نفسه طواعية، وقاعدين محضر من العلماء، قال له أيها الأمير إني سرقت فطهرني، ظهرني يعني قيم عليه الحد. فيلتفت طبعا للجهات التشريعية منهم العلماء الحاضرين، ما انطوا رأي واحد، انطوا رأي مختلف. واحد قال السارق تقطع ايده من الكف، واحد قال من اليد، واحد قال من الزند، لأنه الآية موجودة في القرآن ولكن مختلفين المسلمين على اعتبار كل من يرجع إلى مذهبه. فصار احنا إلى اليوم نلاحظ أنه المسلمين ما متفقين على صيغة وضوء ولا متفقين على صيغة صلاة، يعني ما معقولة الكم الهائل من الصحابة ومن إجا من تعلم من الصحابة يسموهم من التابعين، واللي إجا بعدهم يسمون السلف الصالح، كل دولة ما نقلوا فصورة واضحة عنه كيف كان يصلي رسول الله، ما يقول صلي كما رأيتموني أصلي،
طيب دول اللي يصلون وراه معقولة ما شافوه يصلون مغمضين؟ ما شافوه من يتوضأ؟ ما شافوه يسبل ولا يتكتف؟ ما شافوه يقول مثلا آمين أو إلى آخره؟ فما متفقين، هاي واحدة من المسائل الخلافية. فيلتفت المعتصم إلى الإمام، أو رواية أخرى تقول لا بعث إليه قال علي بي بابن الرضا جيبوا لي. فمن إجا الإمام وقال له هذا سارق ويقول طهروني، يعني يقيموا عليه الحد. والجماعة اختلفوا كل من انطى رأي مكان قطع اليد مين للسارق. فالإمام قال له يكفيك أنه الجماعة جاوبوك. ليش؟ لأنه يدري هذا الموضوع يتسبب بقتله، فألح عليه قال له أنا أريد أسمع رأيك. قال له الإمام إذا كان ولا بد فاليد السارق تقطع الأصابع من الأصل. وليش السبب شنو يا ابن رسول الله؟ قال له السبب بسم الله الرحمن الرحيم إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها آخر. المساجد السبعة اللي هن الكفين والركبتين والإبهامين من القدمين والجبهة، هذن يتحقق سبع مساجد، يلا يتحقق السجود. فإن المساجد لله، ما يصير أنت تجي وتقطع اليد بكاملها هسه من الزند من الكتف إلى آخره وما يتحقق عند السجود. فأخذ واستحسن رأيه، أخذ برأيه. هذا طبعا الشكل شكل عندك يعني جبهة ثانية من العلماء اللي حاضرين اللي هم يعدون السلطة الدينية للبلاد، أنه ما أخذ ضرب برأيهم. فواحد من ذولا يسمونه أبو داود يقول أنا ما نمت ذيك الليلة، ويا من يجيب الصبح، فرحت مبكرا من الصبح طرقت الباب قلت لهلي من نصيحة إلى الأمير ولو كان فيها دخولي إلى النار. فضل أبو داود قال اللي فعلت البارحة أنت أعطيت الحق إلى رجل تقول شطر الأمة بإمامته، يعني أنت أنطيت الغطاء الشرعي على أنه هو الإمام، معناته أنت قاعد تصحب البساط من جوا رجليك، الشرعية من جوا رجليك. والحل قال الحل أنه لازم نتخلص من عنده. هو أيضا يعني الموضوع كان مؤجل بالنسبة للمعتصم، عاجلا ما عاجلا لازم يقتل الإمام وهو في ريعان صباه وشبابه 25 عام سلام الله عليه. فشون يدبر الأمر؟ يدبر الأمر غيلة بدس السم من خلال ابنة أخيه أم الفضل. هسه هذا طبعا ابتلاء الأنبياء والأئمة بالزوجات الغير صالحات، أيضا موضوع مذكور ومطروح قرآنيا، يطرح القرآن يطرح النماذج الجيدة والنماذج السيئة كأمثلة. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فرعون بطغيان بجبروته بقصره يصيح على ربكم الأعلى، وهاي تؤمن بإله موسى توحد الله، مو امرأة عادية هيجي وكذا، لا عايشة وياه وأصرت ودق الأوتاد وعذبها وإلى أن ماتت. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ويجي يطرح القرآن نموذج آخر لكن سيء، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأتي نوح ولوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة العقائدية هذه تدل على ضيوف لوط، وأيضا هذا كانت تركض وراء نوح تقول لهم هذا مجنون لا حد يصدقه. فكذلك ما ابتلي به الأنبياء والأئمة، مثال الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه وبنت الأشعث، وكذلك الإمام الجواد سلام الله عليه، فمن خلال زوجته دس له السم. هسه يقولون في كان صائما الإمام وكان يوما قائض الحر ودس له السم في عنب، ما إن أكل الإمام من ذلك العنب حتى بدأ السم يقطع أحشائه وكأنها السكاكين والمواس. اللعينة يقولون أخرجت الجواري والخدم من البيت وغلقت الباب
هنا الإمام بدأ وحيدا يجود بنفسه روحي فداه، إلى أن صعد إلى سطح داره وهو يجود بنفسه وقد سرى السم في بدنه. نام في سطح داره تحت حرارة الشمس، أخذ يقلب كفا وينزل أخرى يا حتى هدأ أنينه، أسبل يديه ومد رجليه، بعد أن صار على ذلك السم الزعاف فاضت روحه الطاهرة وحيدة غريبة هذا أبو الهادي وحيد بغربته يعالج بروحه وتقطعت شفدته، واللعين أموي الفضيل من سمته ألف واسف عليك يا باب المراد، يصرخ الناعي بقلب مهموم، مات الجواز اليوم مسموم، والهادي يبكي بقلب مالوم، بويا شنو السبب سموك القوم؟ بقي إمامنا ثلاثة أيام على سطح داري، عز على الإمام الجواد أن يغادر هذه الدنيا حتى يشارك جده الحسين، قتل عطشانا ظمآنا من حرارة السيوم. بقى ثلاثة أيام بلا غسلين ولا كفنين، لكن أقل سيدي مولاي يا جواد الأئمة هذه مصيبتك، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. ثلاثة أيام ظل ميت بداره على فراش أبو قليل ونهاره، مثل حسين ظل وسط المعارة على الرمضة وما حد ينشد منين. أقل سيدي لاجن أقول تخف الهموم سيدي مات وما سلبوا من عند الهدوم، أويلاه يا ابو اليم يا مظلوم. زينب تقله أنا أنطر زيتك رجعتك أبو علي، لكن شفت يا زينب وتهدم الحيل بحوافرها قميصك جابت الخيل. أنا وين أنطي الوجه يا حسين بالليل، أنا وين أنطي الوجه يا حسين بالليل، إن يبقى ملقا بلا دفنين فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورة. اللهم بجواد الأئمة جد علينا بفضلك ومنك ورضاك. أخواني الحاضرين من عليهم
بالتوفيق والصحة والعافية، بالسلامة في الدين والدنيا، واحفظهم في أنفسهم وأهليهم وذراريهم وبأولادهم وبناتهم من كل سوء ومكروه وحرام. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، ولا تحرمنا من ألطاف دعائه. احينا حياة محمد وآل محمد، أمتنا مماتهم واحشرنا معهم يوم نلقاك، إلى من مات على الإيمان، موتى الحاضرين والسامعين والمؤسسين، موتى شيعة أمير المؤمنين. رحم الله من يقرأ الفاتحة المباركة معطرة ومسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.